إخوان، إلى الغد إن شاء الله مباشرة بعد هذه الوجبة غندخلوا إلى البيت اللي هو البويقين، ونعسوا على الصوت ديال الماء. حنا باقيين هنا غدا إن شاء الله في زاوية تفران، غدا غنكتشفوا زاوية تفران إن شاء الله في المراحيم. خليكم معنا، تصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. أنا يلا فقش بنينا داك القرد حدا الراية ديال المغرب راوي سي الهاشمي فايق تبارك الله على النبوري صايبين الفطار حلو لعيب فتح ليا شو دابا نقلبو على البيض بلدي والو عايكون خسر الهجم مع الصاد مع كذا ما ناكلو نولي في المشاكل. صباح الخير سي الهاشمي. صباح الحمد لله وشكرا. الحمد لله عادت لها شويه فرت تنعس تسوق مرتاح. هذيك العومه بعدا ديال البارح ونعيسها بكري شويه الحمد لله. ما ماسك الفرح مزيان الحمد لله. كيف نسال الطرا كامل؟ وجدوا افطار فروت بيزا وراه ان شاء الله زويته الشيء على العيد غنشدو طريق غنطلعو مع الواد ان شاء الله الى الشلال على حسب ما ديال الليلة كاين شي شلال هنايا في الراس ديال الواد شنو نكتاشفو ان شاء الله نتبعو الواد حتى للراس ان شاء الله. هذا هو البرنامج ديال اليوم والسلام عليكم. صباحكم سعيد. صباحكم سعيد. هاك كاين تما خارج حاجه وطلو وهرب طلو هرب عاد تما طلو هرب سمع الصوت وهرب حطالو الهي شوف واش نزل له شي بلاصه بعينه باش يشوف المهم راه طلو هرب هو واحد قلبو فوق داك الدار شي بليك صافي خلي ما تقويش لي الله يسافي متنا شكون ناضي تبارك الله هادي لاش الصورة صورنا اخي لا شوف اول هاشمي دخلها في المنظر الجميل دخلت انا البوليسه هنا يا سلام رائعه جدا الطريق الى راس الواد ولا راس الزاويه قال لك كاين شلال قيل شلال هوايت انا ما عمري جيت بلاصه كلها شلال هوايت كذلك عمره ما جا اسمع انا عمري ما سمعت واش كاين شلال هواي كاين شلال كاين القمه ديال الفوق شلال الفوق تطلع الفوق كاع على بغيتي المسافه طول بحاليا حنا كنتوغلو يتم التوغل داخل الادغال كاين شي بلايصه تبارك الله زوين بدا الماء كديسه زوار كديسه زوار رائع صراحه وعائليين صراحه غاو الثمن غيكسل كاين الغابه هنا الغابه الغابه, الغابة. هادي زوين لا لا خويا بغيت تخرج كاين شي واحد كيطيب يطبخ شي حاجه ريح طياب ريحه حرشه المهم حنا راه فطرنا واخا نشمو ريحه الحرشه الحمد لله
احنا مبكرين واقع ياك وليت واحد غاد الدري مخيم راه مطمئن تما واحد اخر انت اين ديال المخيم ها انتما راه بارك الله فين الباش راه نقلب كاميرا شحال ديال لي طونط هنا هادي عائله في الغالب عائله لكن الصالون تما بان ليا بالناس اللي تيكونوا ماتيري كاين شي خيمه ممكن هنا كاين فزع وثاني كاين البشر هو يلاه جاي غنطلعوا في الجبل سنوصل القمه ان شاء الله ماشي قمه الجبل ولكن الراس ديال الواد شلال الهواي مرحبا بكم عند السي الهاشمي مرشد جبالي مرحبا مرحبا راه نخلي لكم الرقم ديالو هنا اللي بغى يتصل بيه ان شاء الله اللي جا الجبل يجي لنا اه اللي جا الجبل يسلمك الهاشمي يقول لهم الهاشمي راه معروف هنا اه يلا السلام عليكم اه ما شاء الله واحد شليول ماشي شلال شليول شليل هابط من تما شليله ها هو الماء ديالو هابط هنا صغيور هو اللي تيخوي اما الماء الكبير الواد الكبير ها هو انا باقي نتابعي الواد ولكن خصنا نطلعو دابا على الجبل من هنا ندورو من الجبل من الفوق عاد نشوفو الطريق فين فين غتخرجنا وهنا راه مبان ليا مكايناش الطريق انا على الليق ماشي دوزو الله اعلم بالي من هنا واقيلا خصنا نقطعو عاوتاني من هنا وندوزو من لهيرا واحد البلايص الا كنا غنتبعو حيت هي اسهل طريقة ما عارفينش حنا غنتبعو الواد اه هي اللي كاين واحد السد هنايا بانيه قندس ابن قندوس هي زوينه هذا من الاخر غادي يصاوبوا الناس يديروا بالعواد هنايا باش كيقدروا انهم يجمعوا الناس يعني يخيموا وحدهم عندنا الدراري راهم مخيمين هنا هو فيسين باش الناس يديروا هذا البراج هذايا يديروا واحد الحفظ ديال الماء ديال العواد وتيديروا ليه الميكا وتخليوا الماء يتجمع تبقى يهودي شويه بشويه باطو هذا راه غارق زوين باش الناس اه واحد الحجره طبيعيه سبحان الله تعرفوا يختاروا البلايص باش نقلبوا لواحد القد اه نسلموا عليه هاج بوبي هاج هاج راه راه دايز راه اجيك ما جبنا لك والو مع الاسف شو سبحان الله العظيم هاد الغابه كيف راه انزرفات ولا ما عرفتش شنو طرا ليها المهم في الغالب ان ديك الارض اللي تحت منها تزلزلات كامله يعني الجرات كامله تحت تحت الماء يعني طاحت شي شقه قويه هنايا البلايص اللي ضرب فيهم الرعدات سبحان الله قويه فتره قصيره ولكن تكون قويه تتجرف سيريا في شهر 8 معروفه هنا يعني واحد اللي كيخيموا هنا باقي خص دير واحد اتونسيون اللي يشوف الميتيو بعد كتضرب راه بعاد على الواد ما طونطيش هذه النصائح ديال الناس ديال المنطقه توجدين ولا خيمتي بعد شويه من الواد الناس تضرب راه لا غفله تجيب واحد الماء كثيف احيانا حملها صافي صعيب هذه من النصائح عاوتاني انتم كتستافدوا معنا حنا كنستافدوا من الناس المرحله خصنا ندوزو دابا ما كايناش طريق خصنا نتبعوا غير الواد الواد وفي الطريق بحال هكا وسط الواد يعني ما كاينش كيفاش تدير حتى ها قالك تبع غيس الواد 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 وعرف راسك فين كتحط رجليك كاين شي بلايص قالك غارقين ولكن خصك تدوز ضروري تبع الواد ها هو بني خلف انا ما عرفتش شنو كاتب هنا باش ندوز بعد خرجنا بواحد المسير برا هو الفوق عاوتاني نتبعوه ونشوف فين نخرج طلع طلع على هاج هنا ما عندك ما تدوز غنطلعو من هنا ونمشي باش مزيان ما شاء الله سبحان الله الجبل عبارة عن حائط والواد راه هابط هنا حنا طريق من هنا موجودين دابا حدنا كنتوغلو على
حنا دايزين دابا هنا ما عندكش مين دوز، حيط ها هو، حيط ها هو المهنة فقط. هنا ندوز طروا ندوزو من هنا ضروري باش نطلعوش نطلعوش الا ان شاء الله. شي لاشمي با صوره ها هي ها الثانيه. شوف هنا شوف هنا، لا لا بلا ما تجلس خليك واقف تحك. ورد البل نعلق طريق بقى طويله ما تساليش بلي. بعد ساعه شي حاجه ديال الطريق شي ساعه ونص تقريبا وصلنا. هذه كيقولوا لها هاواي. جينا لحد طيح هاد الحجره هذه وسط الجبل العكازه، لقيناها في الطريق نضروا نعكزوا. قلنا ساعة واحدة خمسة دقائق. آه قول جوج دقائق. طلقتي كرونو؟ هادي يا واي شوفوا الماء، مع العلم راه الجفاف ولكن ما شاء الله كاين خير الله عز وجل. مجاري هنايا مناظر ما شاء الله، جبل ما هو هابط ايه من هاد الصخرة ما شاء الله كبيرة. هاد الغار هنايا أشجار مهمة بزاف. علاش مي؟ على سلامتك أخويا. بلي عاد جيتي من الكهف ديالك. درنا تقريبا من المكان اللي دايرين فيه الخيمة ديال الخياطين ديالنا حتى هنا ساعة و 52 دقيقة. هاهي بالضبط. ساعة و 52 دقيقة. أه داك الكورونا قلت 53 دقيقة 59. أه باش نمشيو لهاد. قول ساعتين. شنو الهواء؟ قول ساعتين. لا. في الأول كنا ترخينا. دقة. جايين كنصورو وكنسولو. لكن من بعد مين عرفنا الدري قال لنا باقي لكم شي ساعه ونص ديال الطريق. حنا مع اول مره نطلعوا هنا صافي حاولنا نحزموا شويه الطريق، يعني نزربوا شويه في الطريق باش نوصلوا دغيا، وفي الروتور عاد نعاودوا نعوموا ونتصوروا. كان الهدف انا نوصل الشلال والهضايه هذه ولا عوينه ولا ها هي دي مسبح. وإلا لاحظتوا راه شبيهة تماما بأقشور أقشور وأزيلال تماما. نفس النمط غير هنا يزيد القرود. ربما في عيون أم الربيع راه كاينين ما كيطيهبطوش، وفي أقشور ثاني ربما كاينين وما تيهبطوش. هادشي اللي كاين. وعلى سلامتنا تمتعوا بهذه المناظر معنا. رحلة العودة وطريق العودة الله. غير المقر فين طونتين دابا يا رجل. ان شاء الله الرحمن الرحيم عندنا واحد الساعه ونص هكاك الى كتاب طريق شويه مع نكشا غنرجعوا فيها ان شاء الله الرحمن الرحيم. طريق فيها الزالوغي، اذا غنقطع الفيديو ان شاء الله.